تفضل. تعا ابني، تعا فوت، عود ارتاح، لا تخجل. ضيف ابني. شكرا لك استاذ. طمني عنك. منيح استاذ، تسلم. تعرف ليش طلبت منك تجي؟ طلبت سلفة بمبلغ كبير استاذ. بصراحة أنا بعرف، بعرف. قال لي المحاسب، أنا ناديت لك لهون أبداً مو لأنك طالب سلفة كبيرة، حتى إذا أنت بحاجة لمصاري أكتر منعطيك. صحيح أنتم موظفين عندي، بس بعتبركم مثل أولادي وبدياكم تكونوا مرتاحين. سبب اتصالي معك هو نفس سبب طلب السلفة. استغربت لما سمعت وتضايقت، وأنا كوني أكبر منك بالعمر حبيت أحكي معك. بدك تخلي مرتك تنزل الولد؟ إيه صح أستاذ. مرتك بأي شهر؟ بالشهر التالي. قبل ما تأخذ هيك قرار صعب، أنت فكرت منيح؟ قاعدين بالأجار وعلينا ديون كمان، والمعيشة كتير غالية، يا دوب الراتب يكفينا لآخرة الشهر، وإذا صار عنا ولد كيف منربي؟ أستاذ ما قدامنا حل تاني، نحن أبداً ما عنا القدرة لنجيب هالولد ونربيه، بلكي بالمستقبل. كل إنسان منا بيمر بهاي المراحل، وأنت عم تحكي تذكرت حالي من 20 سنة. من زمان كنت تاجر صغير، كنت عم حاول بيع وأعمل صفقات، كنت أركض ورا الرزق اللي كاتب لي إياها رب العالمين، وأركض ليل نهار وحاول، وبالأخير يا دوب كنت أمن الأكل لبيتي. مثل حالتك هلأ، تماماً مثلك. توفيق، توفيق، توفيق. عم راقب عش الطيور، بتطير الأم شوي وبتجيب أكل لأبنها، وبترجع بتطير وبتجيب أكل للبقية. كيف متأكدة إنه رح تلاقي أكل للبقية؟ كأنه في حدا بيدلها وين بتلاقيهم، يعني الدودة والحشرات والحبوب بتطير تجيبهم وبتروح وبتجي، ما بترجع فاضية. يلا ونحن خلينا نركض ورا رزقنا، تأخرنا على السوق. ليكني جايه. توفيق ابني، ما بدك تاخد أكلاتك؟ يسلموا أمي. يلا توفيق، لوين رايحين اليوم بنتي؟ رايحين نشوف شغلنا. فادية بنتي، عندك خبر؟
جارتنا عائشة جابت ولد عم يقولوا عنه مثل القمر. توفيق قول شي لأمك. إيه أنا ما قلت شي يا بنتي، قبل ما تروحوا على السوق قلت منبارك لهم. أمي بترجاكي لا تضلي تسمعيني هذا الكلام ماشي؟ أنا ما بدي ولاد أبدا. يا بنتي اللي من عمرك صار عندهم 4-5 ولاد وانتي خليكي معنده وما بدك تجيبي لك ولد. هي القصة بتخصنا نحن وبس، خلي أمورنا تتحسن ونعيش براحة ومنفكر بعدين، مو هيك يا توفيق؟ ايه اكيد بلا بلا. بنتي امي مع السلامة، الله يرزقكم. شكرا يا امي. توفيق صار الظهر ولهلأ نحن ما فتحنا البسطة. عم تحكي وكأنه الزباين صافين. ايه معناته يلا توفيق استعجل للحق. الله يرزقكم ويبعث لكم ولادين الحلال. لو تعرفي اليوم قديش تعبانة. خلينا نشوف هدول. في شالات للبنات. اختي اي واحد عجبك؟ اي لون؟ ايه لا لا ليكي بعطيكي بسعر رخيص. الكل بيطلعوا بيمشي، لحد هلأ ما استفتحنا. ما في حركة ابدا. لا تنسي في عنا دفع للتجار وفي قسط الشاحنة. على الحالة ما رح نأمنه، عم فكر بشي تاني. شو فينا نعمل؟ ما بعرف، صلنا شهور ما عم نربح شي. نروح على الضياع؟ ايه ومنبيع هونيك. ليش معهم مصاري؟ الله يكون معهم. حبيلي هي نشف ريقي. بسرعة بسرعة خلينا نروح. ضبي يلا يلا استعجلي شوي سرعي. شو صار؟ غسان نجمي ومعه شريف راح يطلبوا الفوائد لأنه تأخرنا بدفع القسط. يلا يلا ضبي بسرعة، خدي هدول يلا. غسان لك شوف هربوا. العمى شو هاد؟ بدهم ياخذوا الشحنه بالفوائد. يلا بسرعه. هدول شافونا. أهدي. ما رح يتركونا بحالنا. سوق بسرعة أسرع أكتر. انبسطت؟ مين قالك تروح وتتورط مع هدول؟ قلت رح أشتغل وبتفعلهم، بس يعني ما كنت عارفان هيك حيصير. بيتحرك الشغل وبدفع، شو بيعرفني انه الامور حتدقر هيك؟ لا ما رح خليكن تستغلوني اكتر.
غسان انتبه، مو ناقصنا غيره. الله لا يعطيك العافية، مو وقتك هلا، الله ينتقم منك. بعد بسرعة روح من هون ولا شلي هالبسكليت وحل عني. روح روح، قليل أدب. شو أجيلك؟ هرب الزلمة من أي طريق راحوا؟ يمين. ماشي لف شوي شوي، لك حاجة تنقى. ايه ضيعناهم. شو نعمل هلأ؟ منروح على مدينة تانية، لازم نبيع البضاعة حتى لو بسعر رخيص، وإلا ما رح نهرب منهم. انزل من السيارة، يلا انزلوا لك انزل. طيب طيب نازل، اهدى. يا قليل الشرف، مين مفكر حالك لتهرب منا؟ كانت امورك منيحة، بصير ما تدفع لي ولا؟ معقول تعمل فيني هيك انا؟ ليك لا تخليني خلص عليك. بعد عن زوجي، اتركه. اهدي روحي خلاص، بعد هاي المرأة. لوين مفكر رح تهرب؟ ها؟ مفكر حالك ذكي؟ أنا خجلان منها، بس هيك الشغل. صدقني والله ما عم نبيع ولا قطعة. خلاص ولا لا تتحجج، لا تخليني خلص عليك. يلا أعطيني مصاري. هات. ما معي والله العظيم، هذا اللي معي. طلع. جنيت؟ شو عم تضحك علي؟ شوف. أنا بدي مصاري، سدد يلي أخدتهم، رجع المصاري. رح أدفع والله رح أدفع، أعطيني شوية وقت. قديش يعني؟ ها؟ هاي مرقت سنة. أعطيني لسه أسبوع، بوعدك بدفعون. قلنا لك رح ندفع، لو ما لك إنا دفعنا لك. نحن عم نروح كل يوم من سوق لسوق، بس ما عم نقدر نبيع. شو نعمل؟ نبيع حالنا يعني؟ رح أعطيك مهلة أسبوع، إذا رجعتوا هربتوا أو حاولتوا تتخبوا أنا رح لاقيكن. فهمت يا غبي؟ معك بس أسبوع واحد، خلينا نمشي. بعدي. ني 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 ني. حطتنا بهالموقف؟ يا عيب الشوم عليك، أي نوع من رجال أنت؟ شو أعمل؟ ما شفتي شو كان معهم؟ طفح الكيل بكفي، بعمري ما رح انبسط معك. شو أنا تزوجتك مشان عاني معك؟ صار لنا 10 سنين نشتغل ليل نهار وما عم نقدر نأمن شي. لهيك أنت عم تبكي؟ شوف حالتنا، كل رفقاتنا اشتروا بيوت وصار عندهم حسابات بالبنك. ليلي شو أعمل؟ مرتاح؟ حاطت رجل على رجل؟ جربت كل شي، اشتغلت بياع بالضيع، ما خليت شي وما نجحت. كل شي بسببك، ما بتعرف قديشك رجال منحوس. قلتي رجال منحوس؟ كل العالم عايشين مبسوطين، ما في غيرنا معترين وما عنا اي شي ملكنا. لا تخليني عصب اكتر. طيب شو الحل؟ ليلي حتى لو لقيت حل، مفكر حالك رجال؟ ليك خفت قدامهم وما حكيت شي، بتتمرجل علي بس انا. فجأة دروب دروب، ليش وقفت؟
يلا اضربني. لا تكوني انت والحياة علي، بكفي. لوين؟ عالسوق. ليش لسه السوق فاتح لهلا؟ سكر. تعبنا وتعترنا، كافحنا ليل مع نهار، وصار معنا كتير قصص، بس أبداً ما نجحنا، ما قدرنا. كبرت ديوننا كتير والعالم صارت تلاحقنا. أيام صعبة، فكرنا مثلكن إنه إذا جبنا ولد رح يكون عبء علينا وتصعب حياتنا أكتر. كنا عم نفكر بمستقبل ابننا وما بدنا إياه يجوع، وما بدنا يعيش الحياة اللي عشناها. وبتفكيرنا بهالطريقة شفنا جاية الولد على الحياة حدث كارثي. مشان مستقبل أولادنا قررنا ما نجيب أبدا. هالحكي متناقض مو؟ هيك كانت حالتنا. تعالوا شوفوا يا حلوين، اطلعوا شو رح تعطيكن الخالة مديحة. اركضوا اركضوا على المحل اللي منقعد فيه. يلا هاي إلك يا أمير، وهاي إلك يا فطومة. يلا لشوف كلوا، بس تخلصوا رح أعطيكن حلو. كلون كلون. يلا يلا حبيبتي بلشي. صحة وهنا. بسرعة روحوا يا حلوين، يلا رجعوا أولادي من السوق. يلا بسرعة اركضوا اركضوا يا أولاد، يلا اركضوا اركضوا طيروا. يلا أعطيني إياها لشوف، أعطيني. يلا نقلعوا من هون، إذا لسه بشوفكن هون رح أكسر لكم رجليكن. نقلعوا. وعملت لهم كفتة. طلع برافو يا أمي، برافو. نحن عم نركض مثل الكلاب من أذان الصبح لأذان المغرب، وانتي هون جمعي ولاد الحارة وطعميهم وشربيهم. كم مرة حكينا معك لهلأ ما فهمتي؟ كان بدي وجه هالولاد يضحك، بس نحن يلي عم ندفع حق هالضحكة. توفيق حكي لك شي كلمة. أمي لبقى تجمعيهم هون؟ شو أعمل؟ بمل كتير وأنا قاعدة لحالي. أنا بحب الأولاد كتير، جيبوا لي ولد وخلوني ربي. انسي هالموضوع بقى، اليوم ما استفتحنا، حتى مصاري حق المازوت راحت. إذا لسه أمك عملت هيك مرة تانية ما رح أشتغل معك نهائيا. بسرعة حطي الأكل جوعان. طيب لما بتروحوا بيصير البيت فاضي، بس لو إنه كان عندي حفيد كنت قضيت وقتي معه. أنتوا اشتغلوا وأنا بربي. ما فينا نجيب أولاد بس لتتسلي معهم أمي. توفيق ابني من 10 سنين متجوزين، صار الوقت لحتى تجيبوا ولد. لا تخافوا، الأولاد هنن بركة، رب العالمين بيبعت رزقتهم معهم. بكرة بتشوفوا، بس تجيبوا ولد رح تجي رزقته وبركته معه على البيت، والحياة رح تضحك لكم. بكفي أمي، أنا مليت من قصصك هاي. لا تطلعي علي هيك، أنا عم أقول الحقيقة. توفيق قول لأمك ما تتدخل بأمورنا، وقت بدي أجيب ولد ما رح استشيره. نحن هون 3 أشخاص عم نشتغل ليل نهار لنعيش.
أمي، الأيام ما عادت مثل قبل، يعني ما فيك تجيبي ولد، تربية الولد هم. أمي أعود كل أمي، لا تعملي هيك. أعطيني أغراضي، راجعة عضيعتي. كل ما عم تكبري عم تصيري حساسة. اللقمة اللي عم أكلها مطالعة من عينك أنتي. أنتي بتضلي تنقي وتزعجيها بهالحكي. ما بدي يكون بمكان ما بتنسمع كلمتي. شايفين الحفيد كتير علي؟ أمي، لا تحلمي بشغلات صعبة تصير. بعدين لعند مين رايحة عضيعة؟ عندي خالة، بروح لعندها. لا ما بيصير، ما بتروحي من هون. لا رضيت تنزل ولا حتى تاكل. صايرة كتير حساسة، يلا كول انت. سينا معها بالحكي، طلبت طلب عادي. امك كتير معندي، شيوم بدي اشتري لي لعبة من السوق واعطيها اياها وقل لها هي حفيدك. برد الاكل هلا حطته سخن. ما كنتي تحكي هيك قبل، كنتي فورا تقومي تسخني لي اياه. هذا كان من زمان، صارت شغلات خلتني اتغير. كمان عم اتعب مثلي مثلك، وامك شو بدها يانا نجيب ولد؟ شو صار فينا؟ شو قلت؟ شو صار بالزوجين اللي اخذوا بعض عن حب؟ كانوا ميتين بعشق بعض، بتعرفي؟ صار لي سنين ما قلت لك بحبك. ايه وانا؟ كنت ارجع على البيت ببوكي ورد. لا تألف حكي، جبت مرة واحدة وكان ذكرى زواجنا. بعدين اجيت واعترفت لي انك سرقتها من المقبره. تغيرنا حبيبتي، تغيرنا كتير. الزمان بيغير الكل. يمكن ما قدرنا نعيش حياه مستقره ولا اشترينا بيت، ما تهنينا. بيقولوا انه الاولاد بيقربوا الرجال من مرته. الزواج ما بيتغير وبيعمر اذا جبنا ولد. أي أساساً نحن في كتير شغلات ما عم نقدر نعملها كزوج وزوجة. ما بتلحق تحط راسك على المخدة إلا بتكون غفيان. عن جد؟ لكن الليلة ما رح نام لوش الصبح. هلأ منشوف. رح نشوف مين اللي رح ينام قبل التاني. شبك؟ مشغول بالي. ليش؟ ما أخذنا احتياطاتنا، شو بصير إذا أنا حملت؟ لا لا حبيبتي، ما بظن يعني في هيك شيء. مو مرتاح بالي مثلك. لا تشغلي بالك، ما في شيء. ولو شو ما عملت ما فيك تمنع اللي مكتوب يصير. المكتوب ما منه مهروب. ورغم كل رفضنا للقصة، حملت مرتي بابننا هديك الليلة.
ما كنت حاسب حساب. وقتها كان كل همنا نطلع من ضيقتنا ويبلش شغلنا يتحسن. وكأنه فجأة بلش القدر يضحك بوشنا، وما كنا نعرف كيف اجت رزقتنا. من وقت ما صار ابننا ببطن أمه ورزقته عم تجي معه وبلشت أمورنا تتحسن. فيك تقصي لي 3 امتار من هالقماشة؟ يلا قصي للأخت هون. اكرمي القماشة لشوف. ايه باين قماشة شكلها حلوة. ها نوعيتها منيحة. شوفي شوفي معقول؟ هي نوعيتها كثير منيحة أختي. شوفيها ما في منها. لونها كثير حلو أصلاً. ورخيصة كمان. تمام يلا اجيت. اهتمي بالخالة شوفي شو بدها. تفضلي خالة. الله يعوض عليك يسلموا ايديك. قصي لي شي منه 3 امتار. ملبوس الهنا ان شاء الله. شو كان بدك يا اختي؟ طيب تفضلي شوفي هي. وهي القماشة هي كثير ظريفة ورخيصة كمان. في الوان ثانية. تفضلي تسلموا ايديك. لك خدي قصي منها اعملي شي. مو على عيني. شوفيها خالتي شوفيها. هي كثير ظريفة. ايه حلوة. بدك تشوفي هدول كمان؟ ايه طيب على عيني. يلا رح ورجيك اياهم. شو خالة عجبك شي قولي لي براعيكي فيهم. أعطيني الكيس. أكيد رح تنزلنا بسرعة. ايه طبعاً خالي برعيكي ما تاكلي هم. خدي شو ما بدك المحل على حسابك كله. توفيق. تسلم يا ابني. ليلي كيف صار هيك؟ ما عم نلحق. طلع وشوف. من هي اختي مو؟ ايه هي. تكرمي ضبيت لك ياها. يا ربي. سلم ايديك. على السريع يلا على السريع. هاتية. حضب لك ياها خالتي يلا تفضلي. معلش قلت لك ياها هيك خالي. سلم تسلمي. ايديك. الله يرزقك. الله يعوض عليك. خالي هون 3 امتار من هي. خالي شو بدك انت كمان شو ورجيكي؟ هديك القماشة. يلا رح احسب لها هون هاتي عني. طيب يا اختي رح فرجيكي شو ما بدك بس استني علي لحظة. شوفي هي وهي كمان نقي اللي بدك يا. قلت لك فادية انه رح يجي يوم وتضحك الحياة بوشنا. ما قلت لك الا ما تنفتح بوشنا بواب الرزقة. هي بلشت المصاري تجي لعنا. الله حاطط فيهم البركة. ألف الحمد لله أنه جاء هيك يوم. لوين بدنا نروح؟ بدنا ندور على الأسواق بكل الضياع. ولما بتفضى الشحنة منشتري بضاعة ومنبيع ومنشتري. لازم نستغل هالفترة لأنه الحظ معنا هلأ. ليلي خالي لسه بدك شي كمان؟ يلا رح أصلها. ماشي. ليكي هدول زراف كتير ها على ذوقك. وبرعيكي فيهم كمان. ماشي تفضلي اختي هي قماشتك جاهزة. هي رح ضب لك يا تمام رح اصل لك وخلي هي معي معوضين اختي. تمام ماشي ماشي. الله يسلم هالايدين. خالي شو بتريدي ورجيكي؟ شوفي هي هي كتير رخيصة ومنيحة. الله معك خالي. تفضلي شرفتي. ورجيني هلا مين أدنى هلأ؟ عم نربح يا أمي الحمد لله ربحنا كتير. راحت أيام التعتير فجأة تغير حظنا. لا هذا مو حظ يا ابني هذا نصيبكن ورزقتكن. ايه رب العالمين عم بيبعتلكن رزقك كرمال شخص تاني.
قولي لي مين هالشخص مشان روحه اتشكره. يعني مين بده يكون؟ ما بعرف. ابني بلكي الله بده يبعث لكم ولد. لا حبيبتي لا تنزعينا فرحتنا هلأ. ما بدنا هالولاد وبلا بلويهن. أصلا موضوع الولاد ما أنه موضوع على كيفكن، أنتوا بتتفقوا سوا وبصير يلي كاتبوا الله. هذا البيت؟ لازم نشاط. توفيق افتح. مرحبا توفيق، اجينا. ما رح تستقبلنا ولك؟ عم تسأل حالك كيف قدرنا نلاقي البيت؟ مو هيك؟ ايه ضحك يا أخي. ما فيك تهرب منا أبداً يا توفيق. لا تفكر تتزاكى علينا. حط براسك وين ما رحت أنا رح لاقيك. حتى إذا تخبيت تحت الأرض طالعك فوراً. تعرف ليش إجينا ما؟ ركز حبيبي. شوف جاهز. عمي حاكيك ما سمعت؟ يلا يا توفيق أفندي قلي شو ناطر؟ ها؟ ايه خود افحصن لا تكون هالمصاري مزورة. ها؟ لا لا تمام. لا تكون لقيت جر الذهب. شفت كيف وضعه تغير؟ كونك دفعت كل ديونك ما عاد في داعي استخدم عاد. قدرت تنفذ مني مو محسوبة. بدنا نروح نتعشى سوا. امشي يا شريف. طمني. شفت كيف صار لونه؟ يا زلمة السلاح بيخوف. راحوا كل مصرياتنا. يسلموا ايديك يا بطل. يسلموا. ابني بلكي هدول اجوا لعندكن ليكفوا بلاهم. شكروا رب العالمين. بس ضل شغلنا ماشي. ما كنا نلحق نبيع. طورنا تجارتنا وكسبنا. وفجأة انقلبت الأوضاع كلها. تفضلي مبروك إن شاء الله. إيه تكرم عيني. يلا مشروع. شرفت. حلوة هلأ ماشي. هيك يا توفيق. يسلموا إيديكي. ما شاء الله. رجعي أعطيني كيس. ما شاء الله أحلاها. الله يبارك فيك. يلا أنا رح أقول لك. ماشي اللي قلتي لي عنه. ورجيني هديه. ايه ماشي. يلا هاتي حطيها بالكيس. اسعاره حلوه. يمكن صار لازم. ايه ماشي ماشي. نفس النوع. فهمت عليكي مزبوط. بنحكي بعدين بهالقصه. اعملي لك شغل. هي لمين؟ اه تفضلوا خذوا. شوفي شوفي هلا شكلي رح اخذ. شوفي يمكن قلبك. عادي عادي فورا حبيبتي عادي ارتاحي شوي. تعبتي من الشغل. انا بدبر حالي. لمين هي القماشه؟ الي الي انا. تفضلي اختي. كان سبب التغيير وكل هي البركه الولد. كان عم ينبهنا إنه جاي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان. على مهلك شوي شوي. استني. يلا. آمين. توفيق أنا دايخة.
بسلامتك، على مهلك، شوي شوي على مهلك. هلأ خلصت صلاة، ضبينا وإجينا بكير. شو القصة؟ عم توجع معدتها. لو رحتوا على دكتور. وأنا هيك قلت، ما رضيت. وأنا كان يصير فيني هيك لما كنت حامي. ديروا بالكم تطلع حامي. أمي أنت شو عم تحكي؟ بتكون أخذة برد. أنت منيحة؟ طيب طيب يلا خلينا نروح على الدكتور فورا. طيب أنا شو دخلني؟ خلص هيك صار. يا دوب بلش يمشي شغلنا. ما بدي إياه، ما بدي جيب الولد أساساً. يا دوب عايشين كيف بدنا نربيه؟ غليت لها أحلى كاسة شوندر، مفيد للدم. شايفة وجهك كيف صاير أصفر؟ من اليوم وطالع لازم تاكلي منيح. لازم تفكري بصحة ابنك. قلت لك من قبل إنه سبب تيصير شغلكم الولد. الولد بيجيب معه البركة. شبك بنتي؟ قلي لي بشو شاردة؟ يلا شربي، يلا شربي حبيبتي. بنتي لكون زعجتك بكلامي بلا قصد بعتذر منك حبيبتي. بنتي بعد يحلي عني بقى، تركيني بحالي. أخذت قراري، أنا رح نزل الولد. سمعتي شو قلت لك؟ رح أعمل عملية. رح نزل الولد. طيب شو؟ مستحيل. أوعك يا بنتي، أوعك لا تتدخلي فيني. فادية، توفيق، شو أنتوا جنيتوا على الآخر؟ شو يعني عملية؟ اللي كيف بيجي من قلبكم تقتلوا روح؟ توفيق، بترجاك، بترجاك ابني لا تقتل حفيدي. خلصنا أمي، بلا حكي فاضي، شو هالحكي؟ لسه ما في روح، بطول الإصبع، قتل شو؟ لو عمره 3 شهور بيضل روح. أمي، كيف بدنا نربيه؟ مو شايفة حالتنا؟ يا دوب عم ندبر أمورنا. أنا ما بدي ابني يعيش هيك حياة. قدر الولد بإيدك أنت. شو يعني الشغلة بإيدك؟ اللي ليش أنا جبتك؟ جاوب، رب العالمين هو يلي رزقني ياك يا ابني وبعت لي رزقتك. لما أنت إجيت حلت البركة علينا، بوقتها تحسن شغل المرحوم أبوك. لو ما إجيت أنت ما كانت تغيرت حياتنا ولا نرزقنا. لما إجيت مليت حياتنا ورب العالمين أنعم علينا بالرزق والبركة. إيه توفيق حبيبي، تتذكر لما كنت لساتك ولد صغير كنت تقعد وتقرأ لي قرآن؟ تعرف يا أمي شو بيقول ربنا بالقرآن الكريم؟ إيه، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بوجود آيات كريمة مثل هي نزلها علينا رب العالمين، ليش خايفين من تأمين رزقكم؟ وليش بدكم تعملوا هيك شيء؟ ليش؟ ليش؟ خلص يا أمي بكفي، أخذنا قرارنا، فكرنا وقررنا، خلص انتهينا. لسه بكير على الأولاد. قلت بكير؟ مر 10 سنين على زواجكم.
بكير لنجمع مصاري ولنشتري بيت وسيارة وبعدين منفتح محل وبوقتها منفكر. لا ما رح اسمح يصير هيك شي، رح امنعكم تنزلوه حتى لو على جستي. انا ما رح اتنازل عن حياة حفيدي ابدا. شو دخلك؟ شو بدك؟ الولد ابني، بعمل اللي بدي اياه. ليش عم تتدخلي؟ اشكري ربك انه عم نطعميكي. رح ننزل الولد، ممنوع حدا يتدخل فينا ولا حدا ابدا. ماشي مثل ما بدك حبيبتي. أمي؟ أمي؟ أمي وينك؟ أمي مختفية. ابني الغالي، كنتي الحلوة، أنا رجعت عالضيعة ورح أشتاق لكم كتير. بحبكم وبترجاكم خلوا الولد، تركوه يعيش. الولد بيجي ورزقته معه، وهيك أمر رب العالمين. لهيك لا تعارضوا كلام الله. ليش ما بدكم يكون عندكم ولد بهاي الحياة يصلي ويدعي لكم عقبركم بس تموتوا؟ فهموني. راحت بسببي، قسيت عليها بالحكي. ليه هيك صار؟ ليه؟ هي ضغطت علي بس ما كان بدي زعلها. بس انت بتعرف وضعي، انا آسفة. امتى بدنا نروح على الدكتور؟ لناخد موعد بالأول. المرحومة أمي نصحتنا كتير بس ما كنا نرد. الرزق من عند الله، لا تعملوا هيك، حرام، هي جريمة. كان معمي على قلبنا، اعتبرنا الولد تهديد لحياتنا يلي كنا عايشينها بوقتها. كنا مستعدين نقتل روح ما إلها ذنب بشي أبدا. بالوقت اللي الناس كانت تشوف الولد فرحة وأملهم بالدنيا، نحن كنا نشوفهم كابوس. ولما أخذنا هذا القرار بلشت أمورنا تصير أصعب، كأنه ابننا اللي نايم ببطن أمه أخذ على خاطره وزعل مننا. ما شو شالات؟ ما شو شالات؟ أمايش؟ أمايش وشالات؟ قرب اشتري. ماشو شالات؟ ماشو شالات؟ ورجيني هالبندورات. السلام عليكم. ليك أخي مزرف. ليك عنا كل شيء. حطلك الله معك. تفضل سلم ايديك. تفضلي يا اختي. جبنا قماش جديد. عنا كل شيء.
لا لا تسلم. أهلا وسهلا، تفضلي. الله يرزقكم. هي بضاعة جديدة، تعي اختي شوفيهم. تعي قرب قرب يا حباب، قرب وتفرج. عنا كل شيء. التمر احسن نوعية عندي. تفضلي اختي. كتير ظريف. قربوا شوفوا بضاعتنا. دوقي 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 وحدة. يا ربي دخيلك، شو صاير لهالزباين؟ لسه مبارح ما نلحق نبيع، واليوم ما حدا عم يقرب. رجعت قلبت معدتك؟ موعدنا بكرة الصبح. بكرة الصبح لما بتنزلي رح ننطر شي أسبوع. ليش يعني؟ إيش والعملية ببلاش؟ دوبني أمنت مصارية. بكرة خلص، بكرة الصبح. خلينا نروح على هنيك. إيه في شي أحلى أكيد. خضرة تازة، قرب على الخضرة التازة. كنت مصر، ما وقفتني كل النصايح إلي من أمي ولا شي تاني. كنت بس بدي أعملها الإجهاض لنخلص من ابننا اللي ما إجا. هيك حتى طلع هالزلمة قدامي. واقف واقف يا أخي واقف. تعال تعال تعال. منين بعرفك أنا؟ شو هالثقة كلها؟ أنا بتذكر شفتك بسوق الجمعة. إيه سوق الجمعة لكان ما؟ عشو واعي أنت؟ يعني ما عم أقدر أخلص من هالقلة، ولا هذا السبب أنا بحاجتك. هلا بدافع إنساني شبك. ريحتك مثل الجيفة. تعا أخي لا تخجلني. تعا تعا تريك إيدي. ليك أنا لو سمحت بس مساعدة. شو بدك مني بآخر هالليل؟ آه أنا وإنت لعند أبي يونيك، بدنا نروح هلا سوا لعنده. إيه يلا تعا. شو بدي أعمل عند أبوك أنا؟ خلينا نروح لعند أبي. أبوس إيدك. وقف وقف. طيب أبوس إيدك. خلينا نروح. طيب طيب امشي لنشوف. يلا بنوبك ثواب كبير. الله يصبرني. من هون المشروب أخذ عقلك على الآخر. ليش جايبني على المقبرة؟ أبي مستأجر غرفة هون. أستغفر الله. ليك أنت عملت معروف؟ كامله للآخر. ليكون بدك ياني أحفر قبر أبوك؟ يا ريت نحن منقدر نطالعه. يا ريت هلأ يرجع يعيش ويضحك بوشي. أنا راجع على البيت تأخرت. لحظة وقف 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 وقف. سلم عليهم. على مين؟ على هدول. كيف يعني؟ السلام لله. السلام عليكم. مشي الحال؟ ايه شكرا، بس سلم عليهم باسمي انا. ما تسلم عليهم انت؟ لك شو مو شابب ريحتي انت؟ السلام عليكم. عم يقول الاخ بابا بابا. أنا جيت
ابنك المغضوب اجا. اقراله لأبي. شو؟ سورة ياسين. كان لحسن جيب شيخ يقراله. اقرا اللي بتعرفه انت. اقرا له انت، انا تاخرت وبدي روح هلا. اقرا له اي صوره. شو هالعلقه هي؟ اقرا له، اقرا له لو سمحت. اقرا 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 له لروح ابي. اقرا له شي صوره. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بترجاك سامحني يا أبي، سامح ابنك المغضوب. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ما حاسد إذا حاسد. إذا كنت عم تسأل حالك ومستغرب كتير ليش جبتك لتقرأ على قبر أبي رغم أني واحد بضل سكران عطول، كنت ضل أشرب، صرفت مصاري أبي وبقت أملاكه، موتته من القهر. لما أنا طلبت منه السماح هو عم يسلم روحه، قال لي بدي شي واحد منك بس، قرأ القرآن كل ليلة جمعة، إذا حكيت كلام الله عبري أنا رح سامحك بحقي. وهيك الوصية، هيك كانت الوصية. وهلا شايف حالتي، عم ضل سكران بس عم حاول نفذ وصية أبي قد ما بقدر. بلكي بيرزقني الله حدا يقرأ لي على قبري عهي الحالة بلا أولاد وبلا أثر، بموت وكأني مو موجود. عهي الحالة بلا أولاد وبلا أثر، بموت وكأني مو موجود. ولما بتموت ما بدك حدا يدعي على قبرك؟ ما بدك ولد يتذكرك؟ هيك حسيت عم يقلي. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
ليش ما بدكن يكون عندكن ولد بهاي الحياة يصلي ويدعي على قبركم بس تموتوا؟ فهموني ليش؟ فادية؟ فادية؟ حياتي؟ حياتي؟ خفلتي وانتي ناطرتيني؟ شفت حلم كتير غريب، ولد صغير وبمكان معتم بيشبه البير عم يمدلي ايده كرمال طلعه. مديت له ايدي. طلعتي؟ لما كنت عم طلعه انت فيقتني. عن جد غريب. يلا قومي نامي جوا. توفيق، قليلي حبيبتي، موعدنا الصبح صح؟ ايه، بكرة الصبح رح تعمليها. تمام. فادية، كنت عم فكر، يا ترى عم نتصرف صح؟ من شوي كنت بالمقبرة وشفت رجال سكران طلب إنه أقرأ لأبوه قرآن، كان عم يبكي مثل الأولاد. كنت عم أقول إذا نحن متنا حدا بيقرأ قرآن على قبورنا؟ ولا ما في حدا يزورنا حتى ليقرأ لنا؟ ليكي، رغم إنه سكران نفذ وصية أبوه. منيح. الله يختار الخير. شو صار؟ بطلت الدور بس مو مبين فيها شي. مجبورين نمشي. ماشي. Thank you.
فادية؟ توفيق؟ شو بدك تقولي؟ أنت شو بدك تقول؟ مين أنا؟ شغلة، أنت قلي لي. أنا حبيبتي، على الأغلب نحن عم نتصرف غلط، أمي معها حق، نحن مصرين نقتل هالروح، خلينا نتراجع، شو رأيك؟ خلي هالولد يجي. بسبب دموع سكران ونصايح أمي منشكر الله ألف مرة إنه تحرك إحساسنا وقالت لنا لا تخافوا، لا تخافوا من الجوع، لا تخافوا من تأمين المصروف، لا تستسلموا للخوف وتقتلوا ابنكم، وبدون ذرة شك وكل حواسي خلوني اسمع كلمة أمي، الله بيخلق كل مخلوق مع رزقه. توفيق، توفيق وين كنت كرمال الله؟ منيح شفتك هلأ. خير إن شاء الله. بعت لك مديرنا هدول السندات للقماش، بده 50 لفة. 50 لفة؟ ما بعرف شو صار لغير رأيه فجأة، رح يضل يشتري منك دائما ورح يبعت لك دفعة مصاري. عندك بضاعة ما؟ في بضاعة مليان. ممتاز، رح تجيك الطلبات. عندي كتير 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 كتير. وبعدين اجا ابننا بخير وسلامة واجت الرزقة معه. ربك هو اللي بيرزق الكل. ألف مبروك يا توفيق، جاك صبي. اختلفت حياتنا لما ولد، ورغم أنه كنت أنزل أشتغل لحالي بس أربح أضعاف. ابني حبيبي، نور عيوني. ابني حبيبي كفى 40، صار عمره 40 يوم. شايف قديش حلو ابني؟ يا روحي أنا. توفيق شوف قديش ابننا بينحب. هاتي عطيني يا ابني الأسد هاد. انتبه. ألف حمد وشكر يا رب إنه بعتك حبيبي. أنت حبيبي. عندي لك مفاجأة كمان. اشتريتها؟ طلعي لبرا وشوفيها. ما عم صدق. عن جد؟ ايه هاي قلنا. ما بقى نتعتر بهديك الكركوبة. إذا ضلت أمورنا ماشية هيك منشتري بيت كمان ومنخلص من الأجار، حتى نقدر نفتح محل. ابني حياتي يا روحي أنا. خلينا نبعت ورا أمي تجي،
خليها تضم حفيدة، كانت ناطرته. ايه بيصير، بعثت لها خبر على الضيعة. احمد ابني الحلو حبيب قلبي. ابني أحمد فأميري الحلو، يلا يا روحي هلا رح أجيب لك أمك الحليب. ليكون نام أميري الحلو، ليش ما في صوت لحبيبي؟ أحمد هي أمك خلصت شغلة. ابني ابني وينك أنت؟ ابني أحمد وينك؟ ابني أحمد ابني أحمد ابني أحمد ابني حبيبي وينك؟ ابني وين رحت يا ابني؟ توفيق توفيق انت اخذت الولد؟ مقلوب المرجوحة؟ توفيق شوف المرجوحة فاضية، احمد مو موجود، اختفى ابني، اختفى مو موجود، اختفى، اخذوا ابني مني، اخذوا لي اياه، روح لاقي لي ابني، لاقي ابني. خلص 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 اهدي. ما كان بدنا ولد، ومشان ما نجيب أخذنا كل احتياطاتنا، حتى قبل ما يولد كنا رح نقتله. أه
ولما اجا فهمنا الغلطة اللي كنا حنعملها وقديش كانت حياتنا بلا معنى قبل ما يجي على هالدنيا هي. حبيناه كتير ولما فهمنا هالشي راح بلحظة من إيدينا خسرنا. ايه نحن ضيعنا ابننا، حياتنا، كل عمرنا، كله صار بلا معنى. حياتنا تدمرت. بترجاك بس لاقي لي ابني. اهدي لو سمحتي، اهدي لحتى نقدر نعرف مين وليش خطف ابنكم. بدنا نفهم كم شغلة. في حدا بتشك فيه؟ لا أبداً، نحن متفاجئين. ليش حتى يخطفوه؟ معناتها مشان فدية. رح يحكي معك أكيد، وبس يحكي معك فوراً بتخبرنا. وثقي بالشرطة، هلأ لازم ترجعوا على بيتكم. يلا لو سمحتوا، من مبارح وأنتوا مستنفين، لازم ترتاحوا شوي. نلاقي. قديش نحن كنا ناس جاهلين من قبل، كنا رح نعمل عملية لحتى نروحوا. ابني حبيبي يا روحي، دخيلك يا الله يا عمري يا حبيبي. حبيبي ألو ألو توفيق بيك؟ أيوة. ابني عم يبكي. شوف توفيق بيك، الولد اللي عم يبكي هون ابنك معناته. رجع لنا ابننا، رجعه. شو بدك منا انت؟ الظاهر انه انت بتحب ابنك كتير. ابني رجع لي ابني. هدي حبيبتي، خلص هدي حالك. انت شو بدك مننا؟ شو؟ تعال محل ما بقلك ورح يرجع لك ابنك. شو بدك؟ تعال على البساتين وبقلك، وبشرط ما بتخبر حدا ابدا، وإذا فكرت تخبر الشرطة. وقتها رح أقتل ابنك، فهمت علي؟ إيه تمام. منطقة البساتين. هون محل ما دلك. ايه هيك قال لي، بظن هالبيت. طيب وينه؟ وينه هاد؟ وينك؟ ابني وينه؟ وينه ابني؟
اجيتوا؟ وينه ابني؟ تعال عندي يا حلو انت. ليكو ابنكم حبيبي. ديروا بالكم اي حركه ما بتعجبني بقتل الولد. انت شو بدك منا؟ كل شي بنملكه بنعطيك اياه، بس رجع لنا الولد. بترجاك اعطينا ابننا. لا تقربوا اصحكم. انت شو مشكلتك؟ بدي اقتل واحد منكم، يا انت يا هي يا اما. لا لا تلمسه بترجاك، اوصني الي، اوصني انا بداله. لا، الولد بيعيش بلا ابوه بس ما بيقدر يعيش بلا امه، اوصني انا. انا لا انا. طيب ماشي، معناتها خلص بقوصكم انتوا الاثنين وخلي ابنكم عايش. انت مجنون ولا شو مشكلتك انت؟ كان بدي اعطيكم درس. امي؟ امي؟ ابني احمد يا روحي. ديروا بالكم على ابنكم، هذا هدية من الرب، عرفوا قيمته منيح. أمي شو هالعملة هي؟ كيف بتعملي هيك فينا؟ كيف؟ ولما فكرتوا تمنعوا حفيدي يولد، هذا معنو ذنب كبير؟ لما رحتوا على مخفر الشرطة ما كان بدي أعلق مع الشرطة أبداً، لهيك أنا اتصلت. شكراً أيهم ابني، شكراً كتير. عيب هالحكي خالتي مديحة، عملت هيك حتى ساعد. أسلام. والله صار مثل الأفلام. عكلين خلصت على خير وبلا مشاكل. أنا وياك عنا حديث طويل. المسدس لعبة، قدي خفت منه. يا أولادي حبيباتي، هيك بتعني الأمومة وهيك بتعني الأبوة. ما كنتوا رح تفهموا لو ما صرتوا أهل. ممكن تضحوا بحياتكم كرماله، الأولاد أكبر ثروة بهي الحياة، أغلى حتى من روح أي إنسان. مو أنتوا يلي بتجيبوه على هي الحياة، الله بيبعته، ولما بيبعته الرب بيبعت رزقته معه. ما شفتي شو صار يا بنتي؟ مو من أول ما صار هذا الولد جوا بطنك بلش الرزق يجيكم؟ ما تحسنت أمور شغلكم كلها؟ ما بلشتوا تعملوا ثروة كمان؟ مفكرين أنتوا كنتوا عم تربحوا كرمالكم؟ أنتوا كنتوا عم تربحوا كرماله. إنك تجيب ولد على هالحياة يعني إنك جبت سند يسندك بس تكبر بالعمر. رح تعملوا أي شي كرمال تكبروا ابنكم. لا تزعلوا مني يا أولاد، لأني أمكن كان لازم أعطيكم درس مثل هاد. إيه. كلام أمي المرحومة هاد بيضل ينعاد بإذني. هاي هي القصة، هاي هي قصة رزقي بهاي الحياة، وبظن في كتير آباء وأمهات عاشوا قصتنا، ونحنا حسينا بنفس هذا الخوف يلي عم تحسوه هلأ، وكنا عم نفكر ننزل ابننا الأول. ها، القرار بإيدك أنت.
شكرا استاذ. يلا لشوف. دقيقة لحتى يرتاح ضميري، فكر لسه مرة. أنا ما عملت الورشة اللي شايفة هاي بمجهودي، هاي كانت رزقة ولادي. ولادي إجوا وإجت رزقتهم، منه ملوا حياتنا ومنه عملونا أغنياء. القرار لألك. شوف هاي إجت العيلة، حبينا نطلع كلنا عشي مكان سوا. أي حلو، أهلا وسهلا. ابني الكبير أحمد يلي شالنا من الديون، وهي بنتي الحلوة عائشة لما انولدت اشترينا بيت، وهذا صمد ابني الصغير لما اجا مع رزقته وبركته وفتحت هذا الشغل. مثل ما قلت بيجوا الأولاد وبتجي رزقتهم. وأنا ومرتي شاهدين على هالحكي. تفضل. شو صار؟ ما عاد بدي، أنا رح خلي ابني يجي على هالدنيا. كتير فرحت، ألف مبروك. إن شاء الله يكون ابن مرضي. إن شاء الله يا رب. هدول كرمال مصاريف الأولاد، لو سمحت اقبلهم، ومالهم سلفة اعتبرهم هدية من الشركة. لو سمحت خدهم. سلم ايديك، هي اجت رزقته قبل ما يولد. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.